يسعدني أن أستضيف الأستاذ عبد الرحيم أريري، صحفي مهتم بقضايا مدينة الدار البيضاء ومدير نشر موقع أنفاس بريس الإلكترونية، في ضيفي المنتصف. أستاذ عبد الرحيم أريري، أهلا بك. مرحبا، الله يبارك فيك. شكرا على الاستجابة دائما. أستاذ عبد الرحيم، ما هي أبرز الملفات المطروحة على المجلس الجديد في ظل انتظارات الساكنة البيضاوية، خصوصا وأننا نجد أنه من بين الملفات الساخنة هناك مشكل احتلال الملك العمومي، الباعة الجائلين، شبه انعدام الأسواق النموذجية، بالإضافة إلى كثرة الأشغال اللي كينتج عليها ازدحام رهيب، وكذلك اختناق في حركة المرور. سؤالي، واش المجالس المتعاقبة بما فيها المجلس الحالي ما حاطينش هذا الشيء ضمن الأولويات ديالهم؟ هو عندي التوضيح، يعني المجلس الحالي راه استمراريه للمجلس السابق تماما، لان بما فيهم العمده هي كانت نائبه العمده السابق تماما، والناس الذين يسيرون معها معظمهم كانوا معها في المكتب وفي اللجان في الاغلبيه السابقه، وبالتالي فهم مسؤولون على التردي الذي عشناه في الولايه السابقه. واذا كانت من اخطاء واختلالات يشاهدها المواطن يعني في معيشه اليومي في مدينه الدار البيضاء على مستوى الخدمات الحضريه، فراه المسؤوليه ثابته كما قلت في المجلس الحالي، بالنظر الى انه استمراري للمجلس السابق. هذا اول، هذا الملاحظه الاوليه. نعم، تفضل. ثانيا على مستوى يعني الاختلال اللي كاين على مستوى الطرق وعلى مستوى احتلال الملك الى اخره، يعني هذه الاشغال التي بشرت في مدينه الدار البيضاء للاسف الشديد، يعني ان المدينه تتوفر فيها كبريات المدارس الهندسيه، وتتوفر فيها كبريات يعني المعاهد الجامعية، وتتوفر فيها المكاتب الخبرة التي تبيع الخبرة الهندسية المغربية إلى إفريقيا وفي الدول العربية، وتتعاون مع بعض مكاتب الخبرة الأجنبية. وللأسف الشديد يفترض أن مدينة الدار البيضاء التي تعد كما قلت منبثا لهذه الإشراقات أن تكون هي النموذج الذي يحتذى به في تدبير الأشغال والأوراش، لكن للأسف الشديد يظهر أن مدينة الدار البيضاء ليس لها ربني يحميها. كيف يعقل أن المجلس يباشر إطلاق كل أوراش المهيكلة دفعة واحدة بدون أن يستحضر مخططات مواكبة لتحوير السير ولانحراف التنقل ديال المواطنين ولإجراء بعض التدخلات العلاجية المؤقتة في انتظار أن ينتهي الورش المذكور، سواء في طريق ولاد زيان، سواء في طريق مولاي الربيع، سواء في شارع القدس، سواء في طريق يعني في سميتو في البرنوصي إلى آخره، يعني كافة الأوراش التي فتحت في مدينة الدار البيضاء. هذا يدل على أن المدينة غادة بدون لوحة قيادة. ثالثا أن الأجور التي تسددها مدينة الدار البيضاء، والأجور بين قوسين هي تقطع من ضرائب المواطنين، تصل إلى حوالي 150 مليار ديال السنتين، ما يعادل نصف الميزانية ديال مدينة الدار البيضاء. إذن هاد 150 مليار التي يتحملها المواطنون البيضاويون يفترض أن تنعكس على توجيه الكفاءات الهندسية والإدارية التي توجد في مدينة الدار البيضاء. والحال أن هذه البصمة ديال هؤلاء الأطر الهندسية والإدارية لا نجدها في مدينة الدار البيضاء. سأعطيك مؤشرا واحدا. تفضل. سأعطيك مؤشرا واحدا ومؤشر فظيع. مدينة الدار البيضاء لوحدها بلدية، لا أتكلم عن العمالة، ولا أتكلم عن الولاية، ولا أتكلم عن الوكالة الحضرية، ولا أتكلم على شركات التنمية المحلية لإزدائل، بل بلدية الدار البيضاء لوحدها تفر على حوالي 45 مهندس من خريجي المدرسة الحسنية للأشغال العمومية. ونحن نعلم أن شرط الوجود والشغل الشاغل للمهندس المتخرج من المدرسة الحسنية للأشغال العمومية هو جودة الطرق وجودة القناطر وجودة الساحات العمومية. بالله عليك، هل ترى ديك البصمة ديال 45 مهندس اللي كاين في البلدية ديال الدار البيضاء واش كنلقاوها في مدينة الدار البيضاء؟ إذا لماذا لا يتم الاستفادة منهم؟ ربما هذا سؤال محوري وسؤال في العمق. لأن الساقطين الذين يسيرون مدينة الدار البيضاء لا يضعون في حسبانهم منح هؤلاء المهندسين يعني المجال اللي يبدعوا والمجال اللي يبرهنوا على حنة ديالهم كيف كنقولوا بالدارجة. الساقطون هم الذين يتولون محل المهندس. إذا لما يجي واحد ما فهم والو ويحيد الطبيب ويحيد المهندس ويحيد الانفورماتيسيان ويحيد لو بيزاجيست الى اخره، فقول في السلام، هذا هو حال مدينة الدار البيضاء. نعم استاذ عبد الرحيم، الا ترى بان هناك يعني عشوائيه في عمليه يعني فتح الاوراش وكثره هذه الاوراش، خصوصا يعني على مستوى يعني مراكز المدينه كما نقول؟ نعم، كتلقى بعض الطرق اللي ربما يعني كما تنقولوا احنا بالداريزه الدوازه، يعني كيدوزوا منها المواطنين بزاف، ولكن كتلقى فيها الاشغال بزاف. وما يعمق من هذه الازمه ان افلاس المدرسه العموميه بالمغرب، ياك
يؤدي الى واحد حركيه ديال التنقل بشكل رهيب. تخيل معي ان مدينه الدار البيضاء تأوي تقريبا حوالي 1000 مدرسه خاصه ياك، ويعني هذه المدرسه 1000 مدرسه تقريبا خاصه يعني تضم في حجراتها حوالي 600,000 تلميذ. ومعظم هذه المدارس الخاصه يعني لا تستعمل ترونسبور سكولير ياك، اذا واحد الجزء كبير يقدر بحوالي 400,000 ديال الاباء ينقلون ابنائهم. تخيل معي واحد الاب ساكن في الولفه كيقري ولده في الوزيز، واحد في عين الشوق تيقري ولده في شريف فاس، واحد في البرنوسي تيقري ولده في حي محمدي، وفي حي محمدي كيقري في عين السبع. تخيل معي هاد 400,000 سياره كتنزل دفعه واحده يعني في الشارع ديال الدار البيضاء، الشوارع ديال الدار البيضاء. يستحيل مهما كانت يعني الطاقه الاستيعابيه ديال الشوارع، ولو تكون الشوارع ديال بكين ولا الشوارع ديال الميريكان، ان تستوعب هاد التسونامي ديال 400,000 سياره تقريبا في وقت الذروه. اذا هذا الافلاس ديال المدرسه العموميه جعل يعني العدد كبير ديال التلاميذ ما كيبقاوش يتنقلوا في الدرب ديالهم وفي الاحياء ديالهم كيف ما حنا الجيل ديالي انا وياك. يعني حنا قرينا في الحي ديالنا كنمشيو لفينا، الاباء والامهات ديالنا ما كيتبرطوش باش يديونا الترونسبور ديالهم زعما الطوموبيل ديالهم. عكس اليوم هذا الافلاس ديال المدرسه العموميه ساهم وعمق من الازمه ديال الاختناق المروري. وربما هذا لوحده استاذ عبد الرحيم يعني ما بدايه الموسم الدراسي. نعم. مشكل ثاني عمق من ازمه السير والاختناق في الدار البيضاء. نعم. ان منتخبي الدار البيضاء انا اشبههم بابن عرفه، يوقعون ولا يتحكمون في القرار. لماذا؟ لان التعمير ليس بيد الجماعه، بل الذي تتحكم فيه الوكاله الحضاريه لمدينه الدار البيضاء. نعم. وهذه الوكاله الحضاريه للدار البيضاء ارتكبت فظاعات وارتكبت جرائم في مدينه الدار البيضاء. لماذا؟ لانها فتحت مجموعه من المناطق في وجه التعمير بدون ان تلزم المنعشين الخواص او ديال الدوله بان يتخذوا التدابير اللازمه ل يعني تحتاجها هذه المناطق التي فتحت في وجه التعمير. اقصد الانفاق، اقصد القناطر، اقصد الطرق الرابطه الى اخره. ثالثا يعني مشكل اخر عمق من المشكل، وهو ان ان ان, أن السلطات العموميه ترخص يعني لأنشطة سواء يعني خدماتية ولا أنشطة تجارية ولا أنشطة يعني مدرسية إلى آخره على الشوارع. ما كاينش شي مدينة تشتري من نفسها أن 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 واحد الشارع يعرف واحد الإرهاق ويعرف واحد التكدس، وكنزيد أنا كسلطة عمومية عاود نجد نرخص بفتح مقاول. ربما الحديث أستاذ عبد الرحيم على نفق الموحدين في حد ذاته، لأنه العدد يعني عدد كبير من المواطنين كيتكلموا، وربما أكثر الحديث حول التوقيت ديال الإقفال ديالو. تماما هذه يعني من المطبات ديال التدبير ديال الشؤون ديال البيضاوه يعني. وهذا النفاق اللي تخسرت عليه الزباله ديال الفلوس، كان المغاربه والبيضاويون على وجه اخص يمنون النفس بانه سيساعد على يعني تخفيف ذاك الاحتقان في المنطقه ديال وسط المدينه. لكن للاسف الشديد يعني هذا القرار يعني الغير مفهوم، فهمتيني؟ يعني مزاجي في الحقيقه، هو غير قرار يعني مزاجي لا يستند الى اي اسس يعني منطقيه وعقلانيه. ثم الافظع ان السلطه تتخذ قرارات بدون ان تخبر الناس، ولكن بحال الناس حيوانات يعني. كيف وحده من جوج، يا اما انك تخبرني لانك تاخذ الضرائب ديالي، يا اما دير اللي بغيتي ولكن ما تاخذش الضرائب من عند الناس. نعم، هذا هو المنطق اللي كنعرفو حنايا. نعم استاذ عبد الرحيم، اشرت خلال حديثك الى 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 مصطلح العمران. المعلوم ان المدينه تعاني من الضمور الاصيل للعمران مقابل نشوء نسيج عمراني جديد. هنا نتحدث على المستوى الثالث لمفهوم البيئه وعدم وجود مساحه خضراء كافيه وخاضعه للمعايير الدوليه، وكذلك انبعاث للغازات وتلوث الهواء. يعني اين يكمن الخلل في نظرك؟ الخلل راه هو اللي قلت لك في البدايه. لان الذين يتولون الشؤون يعني الشان العام يعني ليست لهم الكبده على البلاد وليست لهم الكبده على العباد. ساعطيك واحد يعني احصائيات يعني رسميه، ماشي احصائيات ديالي. احنا يعني تعودنا على الاحصائيات دائما. الارقام عندك سي عبد الرحيم، تفضل. في وثائق التعمير يعني التي انتهت اجلاتها سابقا، كان المشرع يعني المخطط الحضري في الحقيقه يعني رسم واحد المجموعه ديال المرافق، التعليم، الصحه الى اخره. ما يهمنا نحن في المساحات الخضراء ان المنجز على المستوى العام في كل هذه المرافق الرياضيه، فنيه، تعليميه، صحيه الى اخره لا تتعدى 17% مما رصد في مخطط التعمير. يعني ان المرافق كلها كانت يعني الحصيله هزيله جدا، ولكن داخل هذه الحصيله الهزيله جدا كانت نسبه المساحات الخضراء هي الاكثر احتشاما من مجموعة. ولا زالت أستاذ عبد الرحيم، بل هناك بعض المساحات اختفت.
لا لدرجة أن الساكن البيضاوي يعني لا يتوفر إلا على أقل من متر مربع لكل لكل مواطن في الوقت الذي منظمة الصحة العالمية تنص وجوبا على أن يكون الحد الأدنى هو 10 أمتار فقط. فالآن تجد السلطة المكلفة بالتعمير في شخص الوكالة الحضرية وبين قوسين وابن عرفة اللي هي منتخب مدينة الدار البيضاء لأنه تم توقعوا على الرخاص وكذا إلى آخره، تجد هاتين السلطتين توقعوا التجزئات وتوقعوا الإقامات يعني كبيرة جدا، ولا ينصون في دفتر التحمل على أن هذاك المنعش كما قلت عام أو خاص أن يدرج واحد القطعة ساحة عمومية فيه يلعبوا الدراري ولا واحد المساحة خضراء لتهدي بالذوق ولتساعد على تلطيف الجو وتلطيف يعني المناخ في هذيك المنطقة. علاش؟ لأن هاجس الربح يعني الذي يتحكم في هذه المشاريع السكنية جعل من هؤلاء المنعشين يعني واحد السلطة واحد اللوبي قوي يتحكمون في توجيه السياسة العمومية المحلية في هذا الاتجاه أو ذلك. نعم، دائما بالحديث على نفس الموضوع حتى يعني نعطي يعني لكل ذي حق حقه وحتى الموضوع ياخذ حق دياله، وبالتزامن يعني استاذ عبد الرحيم مع مجموعه من الدراسات والتقارير الوطنيه والدوليه اللي تشير الى تدهور الوضع البيئي بمدينه الدار البيضاء، ربما غادي يجرنا الحديث الان يعني المطرح مديونه وكذلك الحديث على عصاره المطرح اللي ربما ولاو كيتشكاو منها بزاف ديال الساكنه اللي ربما يعني خرجوا من مدينه الدار البيضاء ومشاو تيسكنوا في مديونه، يعني ربما واحد الهاجس اللي كيأرقهم بالإضافة إلى الروائح الكريهة، وكذلك المطرح الجديد اللي ربما كلف تقريبا 54 مليون ديال الدرهم على مساحة 35 هكتار ما زال ما شفنا حتى شي حاجة إلى حدود اللحظة. تماما والمفارقة المضحكة والمبكية هو أنه هذا المطرح ديال المديونة بجواره أنجزت واحد المدينة سميت المدينة الخضراء اللي كاينة في بوسكورة. نعم. ياك والمساحة ديال هذه المدينة الخضراء تقريبا تتجاوز واحد 6000 هكتار. الان لو ذهبت انت او اي واحد من المستمعين اللي كيتصنتوا هنا وغادي تمشي لهاد لا فيل فيرت اللي كاينه في بوسكوره ستصاب بالذهول لان معظم الناس معلقين افوندر للبيع. نعم. ديور ديالهم لي زابارتمو ولا الفيلات ديالهم علما ان هؤلاء الناس حطوا الدم جوفهم باش يشراو هذوك الفيلات وباش يشراو هذاك سميتو باش يشراو هذوك لي زابارتمو. علاش؟ حيت انت بعتي لي الدار ديالي ولا الفيلا ديالي ولا لابارتمو ديالي بعتيها لي بواحد لابيل المدينة الخضراء، يا سلام. لكن للأسف الشديد أنه الناس في الليل هذيك الأدخينة وذيك السموم ديال المزبلة المديونة كلها كطيح عندهم هما في ديورهم، وبالتالي عوض أن تسمى المدينة الخضراء نسميوها حنايا المزبلة الكبرى ولا المدينة المزبلة أو شيء من هذا القبيل. هذا يقودني إلى ما طرحته حول تعثر يعني هذا الملف. يعني أحيلك إلى أنه دازوا تقريبا واحد العشرة ديال الأولى إن لم تخن الذاكرة على مدينة الدار البيضاء، وتعاقب عليها مجموعة من رؤساء الحكومات، ومع ذلك الملف ديال مطرح مديونة لم يرى النور إلى يومنا هذا منذ عهد الفيلالي الله يرحمه. يعني الفيلالي الحكومة الأولى والحكومة الثانية والحكومة الثالثة، وجاء عبد الرحمن اليوسفي الله يرحمه وما تحلش المشكل، وجات الحكومة ديال الشطوق وما تحلش المشكل، وجات الحكومة ديال عباس فاسي ما تحلش المشكل، وجات الحكومة ديال عبد الكريم ما تحلش المشكل، وجات الحكومة ديال العثماني وما تحلش المشكل، وها نحن الآن في عهد حكومة أخنوش، وسأرفع التحدي أمام هذه الحكومة وبيناتنا 5 سنين يعني 2026 وغادي نرفع واحد الرهان ديال 100 مليار وخا يعني 100 مليار وغادي ندير حساب ونجمع ونقول بأنه إذا أنجزت المطرح ديال المديونة الجديد أنا مستعد نخلص 100 مليار في هذا الرهان هذا. بشرط إذا في 2026 ما تنجزش خاص الحكومة ترجع لي أنا 100 مليار ديالي، لأن هذا قمرنا وهذا قمرت. هذا رهان أتمنى أن يصل، هذا رهان أتمنى أن يصل. عندي لأن عندي القناعة التامة. نعم. وأقسم لك بيميني عندي القناعة التامة بأن هذا الملف لن يرى النور. لماذا؟ لأن في السياسة كنقولوا بادالتيري باداكسيون. المسؤولين على المستوى الحكومي على المستوى المحلي في الدار البيضاء حيت ما عندهمش مصلحة تما في المزبلة ديال المديونة. إذا لماذا غادي يبرزوا راسهم؟ لماذا سينشغلون بهذا الملف؟ ينشغلون فقط بالملفات وبالمشاريع التي كتكون فيها واحد العائد عليهم هما، إما عائد سياسي، إما عائد مالي، إما عائد شخصي ولا شيء من هذا القبيل. أما المشاريع اللي كتهم الناس بحال الاختناق، بحال المزبلة، بحال الحديقة، بحال كذا، يعني كتلترين، يعني كتمشي بواحد الوتيرة يعني سلحفاتية 20 سنة 30 سنة إلى آخره. شوز بقى المشاريع الثقافية اللي كاينة في الدار البيضاء من 83 لحد الآن ما تحلاتش. نموذج الحي الحسني، نموذج الدريسية، هذا النموذج الصيف
المليون نفس الشيء من 89 الى يومنا هذا المزباله ديالها. وقيس على ذلك باقي المشاريع المسطره واللي تخسرات فيها وتبدلات فيها صافيليب ديال الدار البيضاء الى اخر 10 مليار، وقيس على ذلك المشاريع اللي تخسرت فيها يعني الملايير ديال الشعب المغربي. نعم، في الاونه الاخيره كانت واحد المبادره استاذ عبد الرحيم، مبادره من مجموعه الكترونيه تحت اسم انقذوا الدار البيضاء، اللي اصدرت تقرير بعنوان الكتاب الاسود للمدينه البيضاء، تطرح فيه يعني عدد من المشاكل. من بين المشاكل ربما اللي طرحات يعني من خلال هاد المجموعه هذه، يعني مشاكل النقل السير في المدينه بسبب الدراجات الثلاثيه العجلات اللي ربما كتشوه المنظر العام وكتخنق حركه السير. واش ما وصلش الوقت باش انه ربما يتوضع حد بحال هاد الانفلاتات وربما بحال هاد الفوضى اللي ربما كتسيء للدار البيضاء وكتسيء حتى للبيضاوي؟ لا طبعا طبعا طبعا، يعني حال الوقت، طبعا حال الوقت، ولكن كيف كنقولوا حنا المثل الشعبي مع من في الجهه الاخرى، لان المواطن الدستور ما عطاش الصلاحيه ديال ياخذ القرار. نعم، الدستور عطى الصلاحيه للمنتخبين وعطى الصلاحيه للولات والعمال وعطى الصلاحيه للوزراء ثم عطى الصلاحيه للاحزاب باش تعبئ الراي العام حول واحد القضيه معينه. إذن هذاك المواطن اللي هو طبيب ولا أستاذ ولا فرملي ولا شيفور ولا كسال ولا عنده قهوة ولا كذا، يعني ما عندوش كيفاش غياخذ القرار. أما هاد اللي طرحت أنت راه تنسحب على جميع المشاكل التي تعاني منها مدينة الدار البيضاء، ولكن راه في الجانب الآخر داك السيد اللي غياخذ القرار العمومي راه هو اللي ما كاينش. ما يخص الدار البيضاء، قبل ما نهضروا حنا على الزبل، وقبل ما نهضروا على الحدائق، قبل ما نهضروا على السبور، وقبل ما نهضروا على لا كاليتي دو في في مدينه الدار البيضاء، خاصنا نهضروا على البروفيل اللي غيسير المدينه. نعم، هو الاول كيف بغى يكون سواء منتخب ولا معين. لما نحسم هذه المساله ديال البروفيل ديال المسير مدينه الدار البيضاء كما قلت في اتجاه الاداري والاتجاه المنتخب، لليقين ان جميع المشاكل الاخرى ستجد طريقها نحو إن عاجلا أو على المدى القريب. يعني لأن ديك الساعة عندك واحد ربان طائرة يعني كيعرف فين غادي، عنده واحد البلون دو فول، عارف من المطار أليف إلى المطار باء، واش من كور أريا غيمشي، واش من ألتيتيد غادي يطلع. أما نحن بعد بان عندنا واحد يعني بيرات، والبيرات ما كيهموش فين غيمشي، غيلوح الطيارة بحر ويلوح بالجبل ويلوح بكذا، للأسف الشديد للأسف. نعم، في سؤال أخير بعجالة أستاذ عبد الرحيم، البنية التحتية، الفيضانات ربما، ونحن يعني مقبلين على 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 فصل الشتاء، يعني مجموعة دي الأمور اللي كتطرح يعني علامة استفهام حول القادم من الأيام. واش كتشوف بأنه فعلا قادرين في مدينة الدار البيضاء أننا نتجاوزوا المشاكل اللي وقعت السنة الماضية بسبب الفيضانات والأمطار اللي كانت السنة الماضية؟ كنظن مع يعني هاد يعني داك الزلزال اللي عرفته مدينه الدار البيضاء وما تلاه من يعني استياء يعني عمومي، ماشي عمومي يعني فين المسؤولين، لا استياء عام نسبه الى المجتمع والاحتقان الذي تولد عن تلك الكوارث، لليقين ان 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 سميتو الموسم القادم ستكون فيه يعني الحاسه ديال اليقظه اكثر يعني يعني استيقاظا، ما غاديش تكون خامله. لذلك انا تعمدت يعني طرح السؤال في الاخير حتى ربما نذكرهم يعني بان القادم الايام ربما خاص العمل، خاص الخدمه في هذا الاطار هذا. تماما تماما تماما. اذا نعم واضح، شكرا لكم الاستاذ عبد الرحيم اديري صحفي مهتم بقضايا مدينه الدار البيضاء، مدير نشر موقع انفاس بريس الالكتروني، كنت معنا ضيفا لمنتصف اليوم.